هنروح لوزارة الداخلية كمان. النهاردة مشاهدينا الكرام نجحت وزارة الداخلية في ضبط إحدى السيدات بالغربية لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن هذا الخبر مشاهدينا الكرام مع الأستاذ طارق محمود المحامي. أهلا بحضرتك يا فندم. حضرتك الأستاذ طارق محمود المحامي، حضرتك معايا؟ طبعا زي ما احنا عارفين مشاهدينا الكرام لحد ما الأستاذ طارق ينضم إلينا عبر الهاتف. طارق، الأستاذ طارق محمود المحامي، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني كيف تعلق على جهود وزارة الداخلية في ضبط السيدات والرجال الذين يقومون بهذه الأدوار التي تقوم على النصب والاحتيال على المواطنين؟ يعني في جهود مبذولة طبعا الفترة الأخرانية بعد ما انتشرت ظاهرة المستريحين أو النصابين، انتشروا هم المساعدين بتوعهم بيؤثروا على الناس وبيستولوا على أنفسهم. طبعا أنا أشيد بجهود وزارة الداخلية خصوصا مباحث الأموال العامة. نعم. دلوقتي عاملة شغل كتير جدا وبتحاول تكثف من التحريات وتلقي القبض على البعض المستريحين دول حتى لو ما كانش في بلاغات. يعني حضرتك دلوقتي الامور تطورت، دلوقتي وزاره الداخليه بتعمل تحريات عشان توصل ان في بعض النصابين بيستولوا على فلوس بدون ما اي حد يتقدم بلاغ. وبالفعل الواقعه الاخرانيه دي تؤكد هذا. يعني السيده دي استولت على 16 مليون. 16 وحاجة. مليون، يعني مبلغ ورقم كبير الحقيقه. غريبه احنا. يعني احنا في المداخله السابقه وقلنا يعني حذرنا وقلنا وحضراتكم بتقولوا دور كبير، وقلنا القوه الناعمه بالنسبه للاعلام ان هي تصبح و والاعلام انا شايف شغال صحيح، البرنامج بتاع حضرتك شغال كويس وبتوعي الناس وبتحذرهم من النصابين دول. هم بيضربوا يا استاذه على وطن الارباح الخياليه اللي هم بيحاولوا ان هم يوهموا بيها الضحايا بتاعهم. يعني حضرتك لازم تعرفوا استاذ المشاهدين ان هم بيوهموا الضحايا بتاعهم ان هم ممكن يوصلوا الارباح دي من 50 ل 70%. صحيح. وده ده 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 يعني ده مبلغ يعني غير طبيعي. واي حد عاقل طبعا هيرفض هذا ويعرف ان المنطق ده منطق نصب من الالف. احنا يمكن اكدنا في مداخلتنا مع حضرتك المره اللي فاتت. طيب اتفضلي. طيب يا فندم، يعني طب كلمه بقى توجهها من من منبري هذا وبرنامج مصر كل يوم بما اننا بنتكلم عن القوى الناعمه، تقول ايه للساده المشاهدين؟ تقول ايه لحضرتك للمواطنين؟ الحقيقه الجرائم يعني بتتوالى يوم بعد يوم، وانا شايفه ان في ناس كتير مش فاهمين الدرس ولحد دلوقتي بيقوموا بايداع اموالهم لدى هؤلاء النصابين. اولا انا بشيد برنامج حضرتك ان هو مهتم بالموضوع ده تحديدا، يعني وانا شايف يعني حضراتكم شغالين وفريق الاعداد شغال على الموضوع ده، وده حاجه كويسه جدا. انا شكرا. بس بحذر الناس ان الناس دي يعني خلينا نستدعي ظاهره الريان في الثمانينات والتسعينات، يعني برضه بتتكرر تاني. الناس اللي بتتاخد منها فلوسها من النصابين دول مش بترجع، لازم الناس تفهم كده. يعني أوصى حضرتك ان العقوبه اللي في الماده 146 من قانون العقوبات لسنه 88 دي بتقول من 3 ل 15. عاده النصاب اللي بيستولى ان شاء الله على 50 60 مليون بياخد من 3 سنين ل 5 سنين. صحيح. هو بعد ما بيستولى على مال البحر بتبقى من السهل عادي قوي يقول لك انا اتحبس بيهم وما رجعتش فلوس البحر. هل يعني اعتقد هذه الاموال يجب مصادرتها الى الدوله؟ يعني ماذا طب احنا اتحبس، ما هو مصير هؤلاء المواطنين اللي تم النصب عليهم يا فندم؟ اموالهم ما انا اقولها. ما هم لازم بقى يفهموا من خلال البرنامج بتاع حضرتك ان هو ما عندهمش وسيله ولا اي حاجه غير دعاوى مدنيه قدام القضاء المدني، وبيبقى النصاب مهرب كل الفلوس اللي استولى عليها من الضحايا دي. نعم. لاسامي قرايب واسامي ناس معاونين له و و و ففلوسهم بتضيع، والدوله مش ملزمه ولازم يعرفوا كده، لازم يعرفوا كده الناس اللي بتسمعنا دلوقتي. الدولة مش هتديهم الفلوس اللي هم ادوها للنصاب بإرادتهم. صحيح. الدولة ما قالتلهمش
ادوا الفلوس دي للنصاب ده. بالعكس الدولة دائما تحذر ودائما يعني تحذر وتقوم بعملية الوعي هنا وهناك، سواء طبعاً عن طريق يعني المسموع الإعلام المسموع أو المقروء أو يعني المرئي. عايزين نكثف نعمل إيه تاني يا فندم؟ بس بعد إذن حضرتك عايزين نكثف برضه من حملات التوعية للمواطنين كلهم، خصوصا البسطاء، يعني هم بيضربوا على وتر الناس البسطاء اللي بيتمنوا أرباح خيالية وهمية ان هي تجيلهم في شهرين ثلاثه. يعني واحد مثلا لو معاه 200 يقول له انا هرجعهم لك 350. راجل بيفرح بيدوس. عايزين نحذر من هذا، ويبقى في تكثيف من البرامج ومن الاعلام للجزئيه دي. واعتقد ان هي هتبدا في الانحصار، يعني ان انا شايف نتمنى يا فندم شغل شغال عليها جامد قوي. شكرا جزيلا استاذ طارق محمود المحامي، اشكرك جزيل الشكر.